عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً مع وزير المالية أحمد كوجك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة واستعرض وزير الماليه خلال اللقاء اخر التطورات الاقتصاديه والماليه والفرص الاستثماريه بمصر في اطار اتباع الحكومه المصريه سياسات محفزه لزياده دور القطاع الخاص المحلي والاجنبي في الاقتصاد المصري. كما شهد الاجتماع استعراض نتائج زياره وزير الماليه الى العاصمه البريطانيه لندن والمسار الايجابي للقائه المستثمرين الدوليين بعدد من المؤسسات الماليه والبنوك الاستثماريه بلندن. كما عرض كوشوك عددا من نتائج التنسيق الفاعل بين وزاره الماليه والبنك المركزي الى جانب دور الوزاره الجوهريه في استكمال برنامج الطروحات الحكوميه